في فلسطين أغلق الجيش الإسرائيلي مداخل مدينة نابلس شمال الضفة الغربية بعد مقتل مستوطن في قرية سرة القريبة من المدينة. الإجراء الإسرائيلي جاء ردا على مقتل إسرائيليين بعملية إطلاق نار قرب قرية سرة غرب مدينة نابلس. شهود عيان قالوا إن الجيش الإسرائيلي أغلق المدخل الجنوبي للمدينة ومنع المركبات الفلسطينية من المرور عبره، وشرعت قواته بالبحث عن منفذ العملية.